سيطرت قوات النظام وحلفائها على مواقع عسكرية مطلة على طريق الكاستيلو الاستراتيجي، مستغلة بذلك التهدئة التي أعلنتها خلال أيام عيد الفطر في سوريا، وذلك بهدف فرض حصار تام على نصف مليون شخص داخل أحياء حلب المحررة. حصار حلب هدف تسعى إليه قوات النظام مدعومة بغارات جوية لطائرات حلفائها الروس بمعاركها ضد الثوار في منطقة الملاح، حيث رصدت ناريا طريق الكاستيلو صلة الوصل الوحيدة للأحياء المحررة مع الريف، لذا تحتدم أعنف المواجهات هنا لحرمانها من تحقيق ما تريد. معارك طاحنة تجري الآن في داخل مزارع الملاح، عصابات الأسد مدعومة بالطائرات الروسية والطائرات المروحية تلقي أو تنفذ عشرات الغارات وعدد كبير من البراميل المفجرة على هذه المنطقة رغم مؤازرة الطائرات الحربية الروسية والطائرات المروحية. فصائل الجيش الحر تتهم وحدات الحماية الكردية بالتنسيق مع قوات النظام خلال المعارك الدائرة قرب طريق الكاستيلو، عبر محاولاتها المتكررة التقدم من حي الشيخ مقصود نحو منطقة السكن الشبابي الحاكمة للطريق والمقابلة لمنطقة الملاح من جهة المدينة. هذه السكن، هذه الإليغانس، هذه ثلاث حندرات وهي أرض الملاح، حندرة بعمل. استمرار إغلاق الطريق ينذر بأزمة إنسانية كبرى تزيد معاناة قرابة نصف مليون مدني يعتزم النظام تسليط سلاح الجوع على رقابهم عبر الحصار للضغط على كتائب الثوار، كما حصل في مناطق كثيرة حاصرها بعد عجز قواته عن اقتحامها. بالنسبة لموضوع حصار حلب، أنا شخصيا مطمئن إن شاء الله ما في حصار، بجهود شباب الجيش الحر يعني بشكل عام كافة الفصائل إن شاء الله ما يكون في حصار، ولكن في وسط اجتماعي بشكل عام يعني هناك تخوف. قوات النظام ما تزال تسيطر على كتلة الجامع في منطقة الملاح على بعد مئات الأمتار عن هذا الطريق الاستراتيجي، فيما تقاوم فصائل الجيش الحر لمنع وصولها إليه وتعمل على إعادة تأمين شريان الحياة لحلب وإبعاد شبح الحصار عنها. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع العسكري في الملاح والكاستيلو ينضم إلينا من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. باسل، مرحبا بك، ما هي آخر التطورات في محيط طريق الكاستيلو؟ نعم، مرحبا بك أصلاً. طبعا محرقة حقيقية تحصل الآن في مدينة حلب. النظام مع إعلانه التهدئة في مدينة حلب وعلى كافة الأراضي السورية يشن هجوم مباغت وهجوم شرس عنيف، طبعا مدعوم بالمقاتلات الروسيات. نعم. شنت أكثر من 150 غارة على محيط طريق الكاستيلو وأيضا منطقة الملاح والخالدية وبني زيد ومخيم حندرات. أيضا هناك قوات تحاول التقدم من محيط الملاح إلى طريق الكاستيلو، لكن الثوار استطاعوا أن يصدوا ذلك الهجوم. حتى الآن طبعا معارك عنيفة وشرسة تدور في محيط طريق الكاستيلو. البارحة مساء استطاعت تلك الميليشيات السيطرة على عدة نقاط، وبعد معارك عنيفة جدا استمرت حتى منتصف الليل استطاع الثوار استرجاع تلك النقاط وأن يكبدوا النظام أكثر من 20 قتيلا وأيضا عدد كبير من الجرحى. طيب، ما انعكاس تقدم قوات النظام وقطع طريق الكاستيلو حاليا على المدنيين في حلب؟ طبعا كما تعلم أصلا الحصار أصبح هاجسا بالنسبة لأهالي مدينة حلب. طبعا الوضع هنا صعب ومأساوي ولا يوصف بالنسبة لأهالي المدينة لما رأوا من التجارب الأخرى في المدن المحاصرة كدارية والغوطتين وأيضا مناطق في حمص. طبعا النظام ينتهج أسلوب التجويع والقصف بآن واحد، هذا الأمر صعب وانعكس سلبا على أهالي المدينة. طبعا الأمر كما قلت لك لا يوصف، الأحياء السكنية تستهدف في مدينة حلب مع شن النظام الهجوم على طريق الكاستيلو. هناك عدد كبير من الشهداء سقطوا في المدينة خلال الأيام الماضية. طبعا الوضع جدا مأساوي أصلا. هل تسمعون؟ نعم، أسمعك جيدا أصلا. نعم.
طيب هل يمكن القول إن المدينة أضحت محاصرة تماما أم هناك منافذ أخرى للمدنيين؟ لا لا، أصلا لا يوجد أي منفذ للمدنيين، هناك فقط منفذ واحد هو طريق الكاستيلو، وأعلنته غرفة عمليات فتح حلب نعم منطقة عسكرية لحين انتهاء المعارك هناك. طبعا معظم الثوار أتت مؤازرات من الريف وأيضا مؤازرات من مدينة حلب لصد ذلك الهجوم طبعا ومنع حصار مدينة حلب. يوجد في مدينة حلب أكثر من 400 ألف مدني هنا في المناطق المدنية. طبعا النظام يسعى لإطباق الحصار على المدينة لإخضاع الثورة ولإخضاع الثوار هنا في مدينة حلب، ولكن هناك أمور مبشرة إن شاء الله، وطريق وحلب إن شاء الله لن تحاصر بهم ثوارها. باسل أبو حمزة مراسلنا، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. وفي الموضوع ذاته ينضم إلينا المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر. مرحبا بك سيادة العقيد. قوات النظام لا زالت تسيطر على نقطة الجامع في مزارع الملاح حسب المعطيات، هل يمكنها الاحتفاظ بها أو التقدم بريا لقطع الطريق؟ يعني حقيقة إنه الهدنة الدعائية التي قام بها النظام ال 72 ساعة التي أعلن عنها واستغلها لخديعة الثوار وخديعة المجتمع الدولي تجاه نواياه الهجومية باتجاه منطقة الملاح، ومن أكثر من محور، يعني من محور من استخدم تعزيزات من نبل والزهراء، واستخدم تعزيزات الميليشيات النجباء العراقية، قوات من حزب الله وفيلق بدر لواء القدس لواء الباقر، جمع كل ميليشياته بأكثر من 1000 مقاتل محاولا اقتحام تلك المنطقة، وهو مثل ما قلنا عبر محورين، محور من حي بني زيد ودوار الليرمون ومن مزارع الملاح، واستطاع خرق دفاعات الثوار والوصول إلى جرف الشقيف وإلى منطقة الجامع، وأصبح يسيطر ناريا على تلك المنطقة، علما أن المنطقة مقطوعة، الطريق يعني مقطوع ناريا منذ أكثر من شهرين بواسطة القاذفات الروسية، ومن تلة الشيخ يوسف بواسطة مدفعية الزهراء ومدفعية تلة الشيخ يوسف. هذا طيب، هو الوضع الميداني إلى الآن. طيب سيادة العقيد، ذكرت وسائل إعلام موالية أن محاولات لقطع الطريق جاءت من محاور عدة هي حندرات والملاح وحي بني زيد وجمعية الزهراء، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنهم مصرين على هذا الطريق، وأنت تعرف أنهم يعني هذا تحقيق لأمانيهم من بمعركة حلب الكبرى التي أعلن عليها الإيرانيون والروس والنظام، يعني للأسف حقد أسود وأعمى باتجاه مدينة حلب التي كبدتهم الخسائر الكبيرة، إن كان في جبهة الريف الجنوبي أو في المعارك المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات يعني على جميع جبهات حلب. فحقد أسود وأعمى للأسف، يعني هناك نظام يفرض هدنة على قتل شعبه، يعني يفرض الواحد يفرض هدنة على عدوه أو بهادن عدوه، تصور أنه يهادن شعبه لكي لا يقصفه، هذا إذا سمينا شعبه، يعني إحنا شئنا ما بينا مسمين أنه هو قائدنا المجرم هذا، فإذا يهادن يعني الشعب لكي لا يقصفه، لا يهادن الأعداء أو يهادن إسرائيل أو عدو على جبهته، يهادن شعبه، أي لا أريد أن أقصفك، للأسف يعني معادلة حقيرة يعني. طيب سيادة العقيد، النظام يقول أنه حاصر حلب ويخطط للهجوم على أحياء المدينة المحررة، ما هي إمكانية ذلك برأيك؟ الإمكانيات متوفرة أخي الكريم، حسب المعطيات الآن إذا وصل إلى طريق الكاستيلو فقطع الطريق، فأنه سيحاول بهذه الفترة الوصول إلى منطقة الشقيف، والشقيف تعرف أنت قوات البيدة هي موجودة في حي الشيخ مقصود الغربي نعم. المطل على الشقيف، فإذا يدخلون إلى منطقة الشقيف ومنها إلى الشيخ مقصود، وبالتالي تصبح أحياء كثيرة في الريف الشرق في عفوا الأحياء الشرقية مثل بستان الباشا، الهلوك، بعيدين، هالمناطق هاي مهددة ناريا وتؤثر على الثوار في تلك المناطق،
ويقعون تحت مطرقة وسندان، يعني حقيقة أنه بهالمنطقة، ومنه ممكن أن يتدخل إلى خلف الثوار في أماكن تواجدهم في بني زيد بالمعاونة مع قوات البيدة. طيب، وسائل إعلامية نفت أي دور لروسيا في معارك الكاستيلو، ما هي حقيقة هذه المعلومات؟ يعني للأسف احنا ما عندنا مناظير نعرف الطيارات اللي عم تقصف اذا كانت روسية او امريكية او طيران النظام، ولكن يعني التدخل الروسي، دخلت روسيا منذ دخولها ب 30/9 العام الماضي وهي من اجل عدم سقوط النظام، يعني اذا اي امر يؤدي الى عدم سقوط النظام والى اعادة رسم خارطته العسكرية على الارض الروس يقدمون، ولكن مثل ما يقولوا في أحيانا تدخل السياسة في الموضوع، فإذا الامتعاضات الروسية أنه 24 ساعة إحنا بدنا نقدم لكم جهد جوي للإيرانيين أو للروس تدخل ضمن النكاية أو تعليم درس للنظام يجب عن بعض المعارك، ولكنهم في السياسة العامة قلبا وقالبا مع النظام ومع ميليشياته المتواجدة التي تعتبر هي ذراعهم. نعم. على الأرض. نعم، المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر، شكرا جزيلا لك. حياك الله، لما سألك.